السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم سامي بيب. اليوم نحن بصدد شرح خاصية جديدة في هذه الحلقة بإذن الله. هذه الخاصية أطلقتها مايكروسوفت حصريا في الويندوز 7. هذه الخاصية تفيدك بأنك ستصدر أوامر صوتية للويندوز 7، والويندوز 7 سيطبقها حين سماعها، وهي خاصية استماع الأوامر الصوتية. سنقوم بشرحها بإذن الله، تابعوني. نقوم بالذهاب إلى دماغي، بعد الذهاب إلى دماغي نقوم بالذهاب إلى بانو دو كونفيغراسيون، بعد الذهاب إلى بانو دو كونفيغراسيون نختار من هذه القائمة أوبسيون ديرغونومي، بعد اختيار أوبسيون ديرغونومي بعد ذلك سنجد كاتيغوري اسمها ريكونيسونس فوكال. بعد إذا كنت لم تعد ميكروفونك من قبل يمكنك إعداده عبر الضغط على كونفيغوري أن ميكروفون، يظهر لك التالي واختار إما ميكروفون سور كاسك أو ميكروفون دو بيرو أو أخر، ولك حرية الاختيار، يعني اتباع التعليمات بسيط جدا. وليس هذا هو موضوعنا اليوم، لكن موضوعنا كما قلنا سابقا هو التعرف على الأوامر الصوتية. نقوم إذا ببدء تشغيل برنامج التعرف على الأوامر الصوتية، نقوم بالذهاب إلى لونسي لا ريكونيسونس فوكال. أنا قمت بإعداد البرنامج مسبقا، وللأسف برنامج تصوير الشاشة بالفيديو لا يمكنه تصوير البرنامج، لا أدري لماذا، لكن حاليا سنقوم بالشرح دون تصوير البرنامج. بعد الضغط على، وستلاحظون طريقة عمل الأوامر الصوتية أو طريقة تأثيرها على الويندوز 7 في تنفيذ. بعد الضغط على لونسي لا ريكونيسونس فوكال سأصدر بعض الأوامر للويندوز ليقوم بتطبيقها، لكني لن أقوم بالشرح في هذه الفترة فاعذروني. كما ترون فقد تم، عفوا أنتم لا ترون البرنامج من الأصل، لأن كما قلت كما شرحت السبب وهو البرنامج، برنامج تصوير الشاشة الذي لا يصور هذا البرنامج بالضبط. لاحظوا لدي أن البرنامج قد تم إيقافه تلقائيا، ديزاكتيفي، يعني تجدون مربع أسود مرسوم فيه على شكل ميكروفون، ذلك هو من أين يمكنك تشغيل البرنامج أو إيقافه. بعد أن أضغط عليه سأقول له ديماري ليذهب ليقوم بتشغيل قائمة ديماري دون ضغط لا على لوحة المفاتيح ولا بزر سهم ولا بالسهم عفوا على أيقونة ديماري أو ابدأ. لاحظوا معي ديماري، كما لاحظتم فقد قام بإظهار قائمة ابدأ الخاصة بالويندوز. سأقوم مثلا بإغلاق هذه النافذة التي أمامكم، لاحظوا معي فرمي سولا. كما لاحظتم فقد تم إغلاقها تلقائيا بواسطة أمر صوتي، وهناك العديد من الأوامر تمتع الآن بهذه الميزة، تمتع الآن بهذه الميزة في الويندوز 7. إلى هنا نكون قد انتهى درسنا، أتمنى أن تكون قد استفدتم، وأتمنى منكم زيارتنا على الموقع الإلكتروني rizdalj.blogspot.com. كان معكم سامي الطيب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.